الورشه ديال اليوم كان الموضوع ديالها هو يعني الصحافه الاستقصائيه. حاولنا اننا نسترقوا الموضوع الصحافه الاستقصائيه من منظور اخلاقيه المهنه وكذلك من المنظور المهني، يعني شنو التحقيق الصحفي، الشروط الواجب باش توفر في هذا التحقيق من اجل انه يكون تحقيق صحيح. طبيعه الحال دوينا على ركزنا بالاساس على برنامج 45 دقيقه اللي كيتعتبر من بين البرامج الرائده في التحقيق، واستحضرنا يعني مجموعه من 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 الحلقات. وبالتالي فالخلاصه ديال هذه الورشه هي ان برامج التحقيق يعني عندها واحد الدور اللي هو مهم في المجتمع، خاصه انها يعني كتقوم على كشف يعني مجموعه من الخبايا، مجموعه من الحقائق اللي كتكون اللي كيكون محيط بها يعني واحد اللبس واللي ما كتكونش معروفه من عند الراي العام. وبالتالي حاولنا اننا نتبادلوا الافاده والاستفاده مع الحضور. كان هنالك كذلك نقاش واسع حول يعني شنو الفرق بين الصحافه او الاجناس الاخرى مع الجنس الصحافه الاستقصائيه. وبالتالي فجنس الصحافه الاستقصائيه كيتطلب يعني واحد الاعداد اللي هو جيد، كيتطلب واحد المهارات اللي هي خاصه. وبالتالي فالجنس المغرب اليوم يعني محتاج للصحافه الاستقصائيه اللي تقوم على يعني كشف مجموعه من القضايا الجديده مع احترام يعني اخلاقيه المهنه وكذلك مع احترام الضوابط القانونيه اللي كاينه في مدونه الصحافه والنشر وكذلك اللي كاينه في ميثاق اخلاقيه المهنه اللي كان وضعه المجلس الوطني للصحافه. حال كاين واحد النقص فيما يتعلق بالتكوين، التكوين من ناحيه الصحافه الاستقصائيه، فالمعاهد العليا للصحافه وكذلك المعاهد اللي كتابعه للتكوين المهني، يعني كاين هنالك واحد النقص في التكوين فيما يتعلق بالصحافه الاستقصائيه، لان كما قلنا في الورشه فالصحافه الاستقصائيه علم كاين هنالك مجموعه من الضوابط اللي خاص الصحفي الاستقصائي انه يشتغل عليها بدءا من 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 الاعداد وصولا الى اثبات الفرضيه. هناك هناك يعني شروط خاصه من الواجب انها توفر الصحفي مثلا في مرحله جمع الادله، في مرحله اثبات الفرضيه. وبالتالي فالمغرب اليوم مازال محتاج للمزيد من المجهودات، كذلك المجهودات الذاتيه ديال الزملاء من اجل انهم يشتغلوا على هذا الجانب ديال الصحافه الاستقصائيه في المجال السمعي البصري ككل، يعني الاذاعات الخاصه. كذلك هناك افتقار، هناك غياب تام لهذا الجنس ديال التحقيق. التلفازه هنالك يعني بعض البرامج التي تشتغل في هذا في الصحافه الاستقصائيه، هناك برنامج 45 دقيقه، هناك برنامج الملف في القناه الثانيه، هناك بعض البرامج الاخرى ولكن كتبقى بطبيعه الحال قليله. بطبيعه الحال الصحافه المكتوبه نقدروا نقولوا انه كاين تحقيق صحفي مكتوب، ولكن كما قلت انه خاص مجهود المزيد من المجهودات الدار من اجل انه نزيدوا ان نعطيوا لهذا الجنس الصحفي ما يستحقه، لان فعلا الصحافه الاستقصائيه كما قلت في البدايه فهي علم وكتستحق منا اننا نطبقوا الضوابط ديالها المهنيه على ارض الواقع من اجل اننا تكون عندنا واحد الصحافه منتجه في المغرب. بالنسبه للصحافه يعني هنالك بطبيعه الحال ما يلمس الهموم ديال المواطنين. وقلنا في الورشه انه الصحافه الاستقصائيه من بين الشروط الواجب توفرها في 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 في, 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 في التحقيق الصحفي هي انه يكون هذا الموضوع اللي كيقترحه الصحفي كيلمس المصلحه العامه. وبالتالي ملي كندوي على المصلحه العامه فهو بشكل بطريقه غير مباشره كيلمس الهموم ديال المواطن. وبالتالي كما قلت انه حنا اليوم بحاجه لصحافه استقصائيه في المغرب من اجل يعني الكشف على مجموعه من الخبايا اللي كيحيط بها اللبس، وكذلك وفق ومع احترام الضوابط المهنيه واخلاقيه المهنه. يعني ملي كنقولوا الضوابط واخلاقيه المهنه اي انه الصحفي اللي غادي يقوم بانجاز هذا التحقيق هذا من لازم انه تكون عنده الاليات اولا، ماشي فقط انه يقول مع راسو انا غادي ندير التحقيق وغادي توفق، لانه جنس التحقيق الصحفي او الصحافه الاستقصائيه فهو جنس معقد جدا. سفيان العيسي رئيس شعبة البرامج والتواصل باللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، هذه تتمتاز هذه الدورة 29 المعرض الدولي للنشر والكتاب بمشاركة الدورة الثانية لمشاركة اللجنة الوطنية. امتازت هذه الدورة هذه بتنظيم على 70 ورشة ثقافية حاولنا نسبلوا فيها منظمه الشركه اليونسكو ديسكور اليكسو وكذلك القطاعات الوزاريه اضافه الى منظمات الى مؤسسات دستوريه، واعطينا تقريبا اضافه اعطينا الحظ اعطينا تقريبا نصيب الاسد للصحافه، يعني حاولنا نصرفوا مشكورين
القناة الأولى والقناة الثانية والأمازيغية والسادسة إضافة إلى المغربية، قناة الجزيرة، قناة العربية والأناضول، وكذلك قناة برنامج 45 دقيقة. امتازت الدورة الأولى كما قلت بأن هذه الدورة الثانية للجنة الوطنية. الدورة الأولى السنة الفارطة ضمنا فيها تقريبا 16 الورشة، وخدمنا إن شاء الله جاهدين هذه السنة هذه باش نوصلوا 70 ورشة. حاولنا جمعنا فيها أكاديميين وباحثين وصحفيين إضافة إلى قطاعات وزارية ومؤسسات مغربية، يعني حاولنا نديروا واحد الخليط من المنظمات والقطاعات والمؤسسات. حاولنا نخدموا بطبيعة بأن احنا اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة تشتغل في مجالات التربية والعلوم والثقافة، يعني خدمنا جبنا الأكاديميين، أي متدخل حاول يهضر على مثلا مجال الاختصاص ديالو سواء في التربية أو العلوم والثقافة، ولا ننسى وكذلك الرياضة. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.